رجعنا وياكم ويانا أصغر متسابق في برنامج منشد العراق للموسم الثاني، منتظر حمزة الحمزاوي. أهلاً منتظر. أهلاً وسهلاً. إيش قد عمرك منتظر؟ 10. 10 سنوات؟ أي. العمر كله إن شاء الله. ايش راح تسمع اللي جاي؟ علي جوز يجينا أصغر، ليش تقول؟ لا لا أنا ما أعتقد بعد 10 سنوات، إلا يجينا واحد بالقماط. ديلي اللون. يلا حبيبي. ديلي اللون، ديلي اللون. الله. يا عبد الله ديلي اللون، ديلي اللون، ديلي اللون. يا عبد الله ديلي اللون، نام نام يا يما الولد، نام نام يا يما الولد. في زين شايطي واتذكر يمناغك وذكر سهر ليالي اللي قضيته وياك. حاربني زماني ليش ما خلاك يا سيح من غدر، خلينا نروح وياك يا مدلول يا مدلول، سهم نحرك يا مدلول يا مدلول يا مدلول. عافية 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 عافية. ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. منتظر حمزة، تأهلت ويانا المرحلة الثانية حبيبي، موفق ان شاء تعال الله. منتظر تعال خلي ابوسك، تعال 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 يا ابن تعال الشيخ، انت فريقي. تعال لا 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 رضاوي هذا صديقي. كل التوفيق يا منتظر ان شاء الله. جاي ويا والده. مبارك. سلم على استاذك، سلم على مولا محسن، مولا جليل ابو محسن. حتى خليتنا ما نعرف نحكي. انا طبعا عندي كلام الوالده، خليه يسمعني قبل ما تبوسه. خليه لازم وان انطي تمارين للنفس. اها. قل له وين يقطع الكلام حتى نفسه مو مثل نفس الكبار. هاي القصيده ابو محسن هي اصلا باللحن يعني شويه تحتاج بس حلو الى مراجعه، يراد لها سرعه بالاداء. روح بوس عمك. لا ويقرا غير قصيده. حلو يا حبيب الله. ما شاء الله. هاي القصيده لحنها موفق ان شاء الله. موفق ان شاء الله يا من يا منتظر. اتفقنا اديت. وهذه البذره. لا لا يا ابو ماردد سوالف. هذه البذره الحسينيه. رجاء ابو مؤمل. اتفاقات قبل دخول الاستوديو. ابو استاذ علي. شو انت ياهل تلزمه ومثل ما قلنا ومثل ما قلت لك. شنو قبل الاستوديو قبل الدخول انتم قبل لا تجون اصلا انا كنت قاعد وياهم. احنا فخورين بوجودك ويانا بهذا البرنامج، وان شاء الله هاي البذره الحسينيه ان شاء الله تبقى مستمره مدى الاجيال.